الإنسان هي نعمة لا تعوض، ولمن يعانون من مشاكل في قرنية العين، التطور الطبي والحديث أوجد لكم الحل. تابعوا تقريرنا التالي. زراعة القرنية الحقيقة بتتم نتيجة وجود عتمات أو مشاكل في القرنية، بنضطر لاستبدالها بقرنية تانية من بنك العيون. الجديد في زراعة القرنية حاجتين. الحاجة الأولانية، العملية كنا بنتم إجراءها تماما عن طريق الجراحة، لكن نتيجة ظهور تقنية الفيمتو ليزر أصبحنا دلوقتي نقدر نشيل القرنية من المريض ونجهز القرنية من بنك العيون عشان نحطها في عين المريض بالليزر، وبالتالي لا نلجأ إلى أي إجراءات جراحية، ودوت بيخلي وقت العملية أقل ونسبة الشفاء أعلى، والمريض بيقدر يزاول حياته الطبيعية في خلال أسابيع بسيطة بعد زراعة القرنية. الجديد برضو إن إحنا مبقيناش مضطرين دلوقتي إن إحنا نزرع القرنية بكل طبقاتها، لا دلوقتي بنقدر نزرع طبقات معينة من القرنية. هذه الطبقات بتحافظ على ان الجسم يحتفظ اكتر بالقرنية، وبتقلل نسب رفض الجسم للقرنية، وبتعلي نسبة الشفاء بالنسبة للمريض، بحيث ان احنا ما نضطرش نحط للمريض اي طبقة من طبقات القرنية وهي سليمة في عينيه. بعد الانتهاء من عملية زراعة القرنية، واظبوا على الالتزام بالنصائح المقدمة من قبل طبيب العيون المختص، تفادياً لأي أضرار قد تصيب العين، واستعادة لنمط حياتكم الطبيعي.